بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقه ال 12 من كورس السيمي كوندكتورز اند داي الكتريكس. هنشرح فيها ايه؟ هنبدا فيها النهارده باذن الله بارت 4، وهنشرح بارت 4. انا قلت بدل ما اشرحه على حلقه واحده وبعدين احل في حلقه، طيب ما نخليهم على نصين، نشرح البارت على مرتين، والمرتين ان شاء الله هيكونوا صغيرين جدا. كل مره فيهم هنشرح حته ونحل عليها على طول اول باول، لان الشابتر كله نظري ما فيهوش اي مسائل يعتبر، ومش هيجيلك عليه غير النظر ان شاء الله. فركز معايا عشان تفهمه حلو وتطلع بفايده تكمل معاك بقيت ايه بقيت حياتك الدراسيه، ما تفتكرهاش اسبوع وتخلص. النهارده هناخد ايه؟ هناخد حاجه اسمها التانل دايود. انا عارف ان دلوقتي مزنوق، فانا نوعا ما هحاول انجزك برضو في نفس الوقت وايه ونشرح بضمير. يعني التانل دايودز هنشرح في شابتر او في بارت 4، هنشرح نوعين جداد من الدايودز. انت خدت في الشابتر اللي فات او في بارت 3 خدت كله في البارت 3 يعني ايه بي انجنكشن، وازاي استخدمنا البي انجنكشن كفكره في صناعه الدايودز اللي هو جزء الكتروني يكاد يوجد في اغلب الاجزاء الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده. فالدايود ده ليه انواع، فهنا اختلف الناس بقى، بدا الابداع يشتغل، بدا كل عالم يفكر في فكره معينه تطلع لنا دايود يؤدي وظيفه مختلفه عن الثاني، فيعمل لنا وظايف كتيره ويبقى ليه كاركترستكس مختلفة. هنا بقى الجملة المهمة جدا، يبقى ليه ايه؟ كاركترستكس مختلفة. يبقى عشان اقدر اوصف الديود وصف دقيق ويفيدني فعلا، انا عايز اعمل ديود الكتروني، يعني ديود هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه كهرباء. فانا عايز اعرف علاقة الفولتج بالكرنت. عايز دايما هدفي وانا بصمم اي ديود او وانا بدرس اي ديود كبني ادم عايز ادرسه، ان انا اعرف علاقة الجهد بالتيار، اعرف لما احط على الديود ده جهد كام هيديني هيمشي فيه تيار كام. طيب بنعرف العلاقه بين الجهد والتيار في انه حاله، في الفورورد بايس وفي الريفرس بايس. يعني ايه؟ لما اكون موصل بطاريه بتقلل لي البارير، ولما اكون موصل بطاريه بتزود لي البارير. لو مش فاهم الكلام ده ما تكملش معايا، لازم ترجع تسمع بارت 3، ويفضل تكون بتسمعني من بارت 3، يعني ما تجيش تنط على بارت 4 على طول، عشان في حاجه كده بعتمد ان انا قلتها هناك بالتفصيل. طيب ايه اللي هناخده النهارده؟ هو موضوع واحد فقط، هو التانل دايودز، اللي هو ايه التانل؟ يعني نفق كده، حاجه شبه الانفاق. دايود معتمد على فكره اسمها التانلينج. فكره التانلينج دي شرحناها في ايه؟ في الزينر دايود، وخدناها فيه بالتفصيل نوعا ما شويه، وانت خدتها زمان في المودرن فيزيكس. فتعالى اشرحها لك كده بره، نفتح البورد. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرته بسيطه جدا، فانت ركز معايا عشان تطلع فاهمه يعني، وان شاء الله مش هنطول. نفتح البورد، انا يا دوب لسه محضر الورقه والله، فاي حاجه تلاقي فيها شك كده ابعت لي على طول. طيب تعالى على طول كده نقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرته معتمد على ايه؟ قال لك احنا لقينا ان في ارض الواقع عندنا، انا هقول لك على طول اللي هم محتاجينه وعملوه ازاي. قال لك احنا محتاجين فكره حاجه زي شبه المقاومه الاميه اللي انت خدتها زمان. بس فكره المقاومه الاميه كانت ايه؟ ان كل ما زود الجهد اللي على طرفينها، كل ما اكون موصلها ببطاريه اكبر، كل ما الفولتج هنا يزيد، كل ما قيمه الفولتج اللي بستهلكه على المقاومه تزيد، وبالتالي يمر فيها تيار اعلى. فكنا نقول كل ما تزود البطاريه او تزود الفولتج اللي انت ممشيه او اللي انت عامل له عميد ابلاين، كل ما تزود الكرنت اللي ماشي. طيب حلو جدا، دي اسمها مقاومه ايه؟ مقاومه اميه. كانت علاقه الاي والفي علاقه طرديه، كان كل ما ده يزيد ده هو كمان يزيد، كل ما زود القوه اللي بتزق كل ما الحاجه اللي بتتزق تزيد، صح كده؟ اهو الفولتج ده شبه ايه؟ شبه لما اجيب مسدس كده، المسدس نفسه هو الفولتج، كل ما اخلي المسدس اقوى كل ما يقدر يضرب رصاصه اكتر، يضرب رصاصه بقوه اعلى، هي ده التيار. طيب ده المقاومه بتاعت زمان. قال لك لان ان في الشغل بتاعنا عايزين نعمل حاجه تعمل عكس العمليه دي، عايزين حاجه لما نزود لها الفولتج التيار يقل، ولما نقلل الفولتج التيار يزيد. نعمل حاجه كده، عايزين حاجه عكسيه، عايزين حاجه علاقه عكسيه بين الفولتج والتيار. نعمل ده ازاي؟ طب هنستفيد بيه في ايه الاول؟ في حاجه اسمها المايكرويف اوسيليترز، مش عليك اي تفاصيل. المايكرويف اوسيليترز العمليه دي هتفيدني جدا في معالجه الاشارات والسيجنالز، وده تاخده قدام في ماده الايه، في ماده سيجنالز هتاخدها قدام لو انت دخلت اتصالات، ومش وقت نطول في الحاجات دي خالص يعني. وهتفيدك برضو لما تيجي التطبيق بتاع التانل دايود او الدايود اللي بتعمل عمليه الريزيستنس اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، العكسيه دي موجود في مصابيح النيون، في اللمبه اللي عندك. بص فوق كده في السقف هتلاقي في لمبه، اللمبه دي غالبا شغاله فيها حاجه اسمها نيجاتيف ريزيستنس. ايه هي النيجاتيف ريزيستنس؟ هي المقاومه العكسيه اللي بيحصل فيها عكس العمليه اللي هنا. مش هنا كان كل ما زود الفولتج التيار يزيد، لا انا عايز مقاومه كل ما زود الفولتج على طرفيها التيار يقل، التيار اللي ماشي فيها يقل. يعني عايز العلاقه بينهم تبقى عكسيه. طب ولما تكون العلاقه عكسيه، اي مقاومه في الدنيا هي عباره عن اشتقاق الفولتج على اشتقاق التيار، الدي في على الدي اي. مش انت زمان كنت بتقول الفي بتساوي اي ار، صح كده؟ يعني الار بتساوي في على اي. طب ان جنرال اقدر اقول انها بتساوي حته من الفي على حته من الاي، يعني ايه مشتقه الفي بالنسبه للاي. فلو جيت اعمل مشتقه هنا وانا اصلا قلت ان لما بزود الفي الاي بتقل، يعني العلاقه عكسيه، يبقى المشتقه هتطلع ايه؟ هتطلع بالسالب. يعني الار طلعت بايه؟ بالسالب. هي سالب نظريا. يعني ايه سالب نظريا؟ يعني معناها ان السالب هنا معناها انها شغاله عكس المقاومه الاميه، دي بنسميها نيجاتيف ريزيستنس. ننزل بنسميها النيجاتيف ريزيستنس، يعني المقاومه العكسيه او المقاومه السالبه، بنسميها اختصارا ان ار.
ان كابيتال ارك ده لما تشوفه من هنا ورايح لحد ما تتكل على الله وانا اتكل على الله اعرف انها نيجاتيف ريزيستنس وما تقراش وخلاص تقول نيجاتيف ريزيستنس يعني لما الجهد بيزيد التيار بيقل لما التيار يزيد الجهد يقل وهكذا فاهم العلاقه ايه العلاقه ديبندنت على الفولتج كنترولد باي الفولتج كنترولد ركز في الكلام ده هيجي لك في الاسئله باي فولتج يعني الفولتج لما بغيره هو اللي بيحكم لي في تغير التيار مش العكس مفيش حاجه اسمها التيار يتغير بعدين الفولتج انا بشتري مسدس قوي بعدين يبدا يضرب تيار قوي مش العكس مش بضرب الاول تيار قوي بعدين اجيب مسدس قوي فالفولتج هو المسبب هو الاساسي هنا طيب يبقى انا لما بزود الفولتج التيار بيقل في حاله المقاومه النيجاتيف النيجاتيف ريزيستنس قال لك التانل ديود معتمد على الفكره دي بس قبلها محتاجين ناخد شويه اساسيات ايه هي قلناها قبل كده لما يكون عندي بارير حاجز معين البارير ده لو رفيع جدا وعندي هنا كارير وليكن الكترون عايز اخلي الالكترون ده طاقته تعلى بحيث يعدي الناحيه الثانيه بحيث يوصل الناحيه الثانيه وليكن مثلا المنطقه دي كانت منطقه ان تايب المنطقه دي كانت منطقه بي تايب هنا كانت الالكترون في حاله كوندكشن او خليه مثلا في حاله فالنس خليها فالنس وليكن هو هنا كان في الفالنس وهنا كان في الكوندكشن انا عايز اخليه طبعا كان ده للتبسيط فركز معايا ما تاخدش الكلام حرفي عشان هقول لك الحرفي لما يجي وقته الفالنس دي يعني ايه يعني مرتبط بالنواه مرتبط بالذره لسه يعني موجود في الغلاف الخارجي ولكن غلاف التكافؤ ولكن لسه مرتبط بالذره فانا عايز اعمل ايه عايز احرره عايز اخليه ينتقل للكوندكشن فقال لي انا محتاج شويه طاقه الطاقه دي كبيره قلت له لا انا هخليك تعمل حاجه اسمها التانلنج ظاهره كده لو البارير اللي موجود العائق ضد الالكترون ده رفيع جدا رفيع قوي الويدث بتاعه رفيع جدا البارير ده بيبقى الويدث بتاعه اقل من 10 نانو اقل من 10 نانو متر رقم صغير جدا والحاجه الثانيه ايه بجانب ان هو الويدث رفيع الالكترون عارف انه لما هيروح هناك هيلاقي مكان يقعد فيه هيلاقي حاجه اسمها ايه بقى هيلاقي حاجه اسمها امتي ستيت امتي ستيت يعني ستيت فاضيه مين ستيت دي معلش يعني مستوى طاقه حاجه في مستوى الطاقه مستوى الطاقه جواه اماكن يقدر الكارير يستشغلها لما اقول لك مستوى الطاقه ده جواه 100 ستيت يعني جواه 100 مكان يقدر يقعد فيهم كاريرز يقدر يقعد فيهم الكترون او يقعد فيهم هول او يقعد فيهم الى اخره دي بنسميها ستيتس ستيتس يعني ايه يعني اماكن تقدر اماكن من الطاقه مستويات من الطاقه اعتبرها مستوى طاقه اعتبرها مستوى طاقه طيب الالكترون ده عشان ينتقل لابد من توافر الشرطين وهو ان يكون في ثن بارير ان البارير يكون ضيق جدا ضيق قوي قوي حلو وان يكون ايه تاني وان يكون في امتي ستيت empty state with ثانيه with the same energy level يعني يكون في نفس مستوى بالظبط عارف ان لما يروح هناك هيلاقي مكان يقعد فيه بنفس مستوى الطاقه اللي كان قاعد فيه ولكنه في المكان اللي عايز يرحله في حاله الفالنس هو هيروح لحاله الكوندكشن كل ده جرافس للتمثيل ولكن في ارض الواقع هي تبقى ذره كده فيها الكترون بره عايز يطلع لحاله التوصيل عايزين نتاكد ان في حاله التوصيل في ستيت هتبقى مؤهله انها تستقبل هذا الالكترون بنفس مستوى طاقته والمرحله اللي هيعبرها دي بيكون في النص في حاجز من الجهد انا بكون عامل له انا ابلاينج من بره حاجز الجهد لازم يكون قليل في الايه في الثيكنس بتاعه فالكلام ده تمثيلي بس فاحنا من هنا وراح نشتغل بالجزء بتاع التمثيل الرياضي مش هنشتغل بالبوند موديل اللي هنا ده طيب ننزل تحت ايه اللي حصل قال لك لما هيعبر ده هنسميها ظاهره التانلينج قال لك التانل ديود معتمد على ظاهره التانلينج دي التانلينج دي ظاهره التانل ديود معتمد عليها ازاي قال لك التيار اللي هيتنقل فيه هيبقى عباره عن كاريرز مثلا وليكن الكترونز وهتقابل قدامها تانل هتعبره وهيكون التانل ده ضيق جدا وايه تاني بقى اضافه الى ذلك ان هيكون فيه هاي دوبنج يعني فيه كاريرز كتير جدا كاريرز كتيره قوي 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 عامل هاي دوبنج يعني حاطط اكسبتورز كتير ودونرز كتير حاطط اكسبتورز كتير ودونرز كتير عامل امبيوريتيز عاليه يعني عامل دوبنج عالي طيب حلو قوي يعني من شروط التانلنج الراجل اللي فكر فكره الديود بتاع التانلنج ده قال لك انا هجيب بارير يكون ضيق يكون صغير يكون الويدث بتاعه قليل وهجيب هاي دوبنج من الاثنين من الان تايب ومن البي تايب وقبلهم اصلا هخلي فيه نصين ان وبي زي البي ان جانكشن عادي عشان كده بيقولوا ان التانلنج دايود هو عباره عن بي ان جانكشن دايود عادي خالص او قريب ليها يعني طيب ولكن ايه الفرق ان انا عملت هاي دوبنج تقول لي ماشي حلو هاي دوبنج فالهاي دوبنج ده هيعمل لي ايه الهاي دوبنج ده هيعمل ايه هيكون بجانبه فيه بارير ضعيف هيخلي عمليه التانلنج تحصل بميكانيزم معين هنحكيها دلوقتي يبقى انت دلوقتي عرفنا العنوان بتاع التانلنج ان هو شغال بحاجه اسمها النيجاتيف ريزيستنس ان هو في ظاهره هتظهر جواه دلوقتي هنثبتها لك ان في ظاهره جوه هتحصل ان لما الجهد يزيد التيار هيقل وهنعرف ده هيحصل ازاي وكمان هو شغال على هاي دوبنج بيكون في هاي دوبنج وايه تاني
وبس كده. تعالى بقى نشتغل على طول. تعالى اقول لك اللي هيحصل ايه. ايه اللي هيحصل ده؟ معلش يعني عايزين ندرس ايه؟ عايزين ندرس علاقه الجهد بالتيار، ونثبت ان علاقه الجهد بالتيار تخضع لفكره النيجاتيف ريزيستنس في احدى مراحلها. عايزين نعرف المرحله دي ايه هي بقى. تعالى ندرسها. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا قبل ما نبدا محتاج تعرف ان هو زي ما قلت لك هاي دوبن، وان هو بيبقى ثن، الدبليشن ريجون بتبقى ضيقه جدا، لان هو هيحصل هنا التنلنج عن طريق الدبليشن ريجون. عشان قلت لك دي بي طيب ودي ان طيب وعايز ينتقل في السكه، اللي في السكه ما بينهم ده اسمه ايه؟ اسمه دبليشن ريجون. وقلنا ان هو لازم يكون البارير ده او الدبليشن ريجون ده يكون ضيق جدا، فانا اتحكم بيه عن طريق البايسنج، يعني عن طريق ان انا اوصل بطاريه، هبدا اقلل فيه او اكبر فيه على حسب ما نشوف دلوقتي. طيب الحاجه الاخيره اللي تعرفها ان الرمز بتاعه بيكون ديود عادي خالص، ده الديود العادي. جميل. ده ديود زينر. زينر كنا بنحط علامه حرف الزد كده، ده ديود زينر. طيب الديود بتاع التانلينج بيكون نفس الخط ده بالظبط، بس ايه؟ مقفول كده، هو ده الشكل بتاعه. طيب ايه اللي انت محتاج تعرفه؟ محتاجين نعرف علاقه الجهد بالتيار، او بنسميها في اي كاركترستكس. نعرفها ازاي؟ هيا بنا نلعب. بص يا عم احكي لك قصه بسيطه هتفهمك الدليله كلها، بس ركز معايا. هناخدها على ايه؟ شفت الصور السلو موشن كده؟ هي دي. هناخد صوره بسلو موشن كده ندرس كل لقطه منهم. اللقطه الاولى معانا ان احنا هنفترض ان احنا عند الثيرمال ايكوليبريم، عند ثيرمال ايكوليبريم وكمان ايه؟ هنفترض ان احنا عند زيرو كلفن، وهنفترض اني عند اول حاجه من الجهد. احنا عايزين نرسم داتا جراف بيعبر عن الفي مع الاي، ده اللي احنا عايزين نعمله. هنفترض احنا دلوقتي عند اول نقطه عايزين ندرسها، بعد كده ناخد الحبه دول، وبعد كده ناخد الحبه دول، يعني نبدا نزود الجهد بالموجب، وبعد كده نبدا نزوده بالسالب عشان ندرس الفورورد والريفرس ونشوف ايه اللي بيحصل فيهم في الحاله دي. الرسمه بتاعتها قدامك اهي، دي رسمه التانل دايود. ايه التانل دايود؟ قال لك ان طيب بي طيب الاول، وان طيب عادي خالص مفيش اي اكشن زي اللي انت خدته زمان في البي ان جنكشن. ولكن ايه الجديد بقى؟ هنبدا بحاله الزيرو كلفن. هنفترض احنا شغالين عند الزيرو كلفن. طب ايه ميزه الزيرو كلفن؟ قال لك اولا الزيرو كلفن ده لو انا معاه ثيرمال ايكوليبريم يبقى الفيرمي ليفل مكانه ثابت اهو. الفيرمي ليفل ليه نفس المكان، مش طالع ونازل، لا في مكان واحد، ليه قيمه ثابته. ده في حاله الثيرمال ايكوليبريم، ده كلام قديم. طب بما اني شغال في زيرو كلفن، يعني ولا حاجه تحت الفيرمي ليفل رحلت لفوق الفيرمي ليفل، يعني الفيلد ستيتس كلها تحت الفيرمي ليفل. شوف الفيرمي ليفل فين اهو، هتلاقي كل اللي تحتيه حاجه ايه؟ كل اللي تحتيه مكان مليان، كل الستيتس اللي تحته مكان مليان، بس طبعا باستثناء الجاب مالهاش دعوه بالموضوع اهو. كل اللي تحته مكان مليان سواء في الان تايب او في البي تايب. طيب حلو جدا، ده الفيرمي ليفل. مكانه فين الفيرمي ليفل؟ كان زمان بيبقى جوه الجاب، كان بيبقى جوه الجاب. نقول لك قريب للكوندكشن لو انت شغال في ان تايب، وقريب للفيلنس لو انت شغال اهو، قريب للفيلنس لو انت شغال في بي تايب. ولكن هنا الامر مختلف. لما عملت هاي دوبنج ده اثر على الديجنرسي بتاعت الماتيريال، خلاها ايه؟ بدل ما كانت نون ديجنريت، يعني كان الفيرمي ليفل موجود في حته هنا اهو، بقت ايه؟ بقت ديجنريت، يعني خرج بره الحته دي. مش بس خرج، ده خرج بره الجاب نفسها. وده ينفع؟ اه ينفع. الفيرمي ليفل شيء معبر عن البروبابيليتي، بيعبر عن احتماليه الفيلد مع الامتي. فلما انا ازود الهاي دوبنج قوي قوي قوي، ده معناه ان انا كبرت ايه؟ ان انا عليت الفيرمي ليفل وخليته يخرج بره الجاب نفسها، خليته يخرج بره الجاب دي وبره الجاب دي. لما هنا خرج بره الجاب معناه ان الفيلد ستيتس من الالكترونز عليت قوي. طب وهنا الهولز بتعلى لتحت، فالهولز عليت برده ولكن لتحت، فخرج بره الجاب اللي فوق وخرج بره الجاب اللي هنا في الان تايب وفي البي تايب. فبقى مكان الفيرمي ليفل فين؟ بقى بره. طب حلو جدا، اوعى تنسى احنا بنتكلم عن ايه؟ تانل دايود، ما تبقاش مشتت كده. طيب ثيرمال ايكوليبريم زيرو كلفن، فايه اللي يحصل في الزيرو كلفن؟ كل اللي تحت الفيرمي ليفل هيبقى فيلد ستيتس، يعني ما حدش رحل. زيرو كلفن يعني ما فيش الكترون قدر يغادر الفيلنس ويطلع للكوندكشن، ما فيش لسه. فكنا بنقول ان ساعتها الفيرمي ليفل ال 100% موجودين تحت و 0% موجودين فوق، يعني كل اللي فوق امتي وكل اللي تحت فيل. طيب ادي الفيرمي ليفل، كل اللي تحتيه فعلا امتي اهو، ظللناه، ودي بما فيهم الحته دي هي كمان، وكل اللي فوقيه ستيتس فاضيه، فيلد ستيتس اهي، ده كله دي كلها ستيتس فاضيه، دي برده ستيتس فاضيه. ايه بقى المهم بالنسبه لنا؟ تفتكر الشرط اللي قلته لك، حتى يحدث التانلنج واحنا زيرو فولت مش هيحصل اي حاجه، واحنا زيرو فولت. بص كده تعالى افكرك بالشرط اللي قلنا عليه. عشان يحصل تانلنج اللي احنا مستنيينه دلوقتي، لازم عشان يبقى الكارير هنا ويعبر للمكان ده، ان يكون التانلنج ده رفيع. دي ماشي حققناها فوق، هقول لك حققناها ازاي. والحاجه الثانيه ان يكون في مكان مؤهل لاستقباله، يعني احفظ الكلام من هنا ورايح. لابد من عشان يحصل تانلنج ان يكون في هنا فيلد ستيت، يعني حاجه مليانه فيها الكترون فيها غول الى اخره، في فيلد ستيت يقابلها هناك امتي ستيت. طب اي حاجه غير كده مش هيحصل تانلنج. ازاي اي حاجه غير كده؟ مثلا
ادي بارير بارير موجود وهنا امتي مع امتي مش هيحصل اي حاجه فاضي مع فاضي مين هينتقل ولا اي حد موجود اصلا طب العكس في بارير ولكن هنا في الكترون وفي نفس المكان هناك برده مكان مليان فيلد يبقى هنا فيلد وفيلد هينتقل يروح يقعد فين المكان مشغول فمش هيلاقي مكان يقعد فيه فمش هيحصل تنل مش هيحصل تنل يحصل امتى لما يكون فيلد قدامها امتي امتي قدامها فيلد هو ده اللي هيحصل وده اللي احنا مستنينه طيب تعال نجيب الرسمه تاني بص يا عم ده حصل ازاي هنا بقى عند الزيرو فولت كان كل اللي تحت الفيرم ليفل مليان وكل اللي فوقيه فاضي فالمشهد قدامك ايه تعالى كده نحكي المشهد فيلد قدامها فيلد سواء بقى الكترونز هولز مش قصتها بس فيلد قدامها فيلد مفيش ستيت فاضي عشان يحصل تانلينج طب ومين اللي هيحصل خلاله التانل فين البارير اصلا البارير اهو ده البارير ده الديبليشن ريجون اللي انا عايز اتنل خلالها اعدي خلالها انفقها شفت اخرمها كده واعدي طيب المكان ده رفيع قال لك ارفيع تمام هنقدر نعدي منه هيقدر يحصل فيه تانلينج ولكن ايه المشكله ان الشرط الثاني ما اتحققش وهو انها فيلد ولكن قدامها فيلد برضه فايه اللي يحصل لن يحدث تانلينج يبقى ات في بتساوي 0 نو تانلينج كارنت لن يعبر طيار عن طريق التانلينج عن طريق تلك الظاهره العظيمه يبقى الاي بكام بزيرو ادي اول حاجه ربطنا علاقتهم ببعض عرفنا نرسم حته من الكيرف وهي ان عند الصفر كان التيار بصفر بس يبقى رسمنا نقطه مبروك عليك عايزين ناخد الجزء ده ونرسمه الفورورد والريفرس تعال نبدا بالريفرس قال لك الريفرس يعني ايه يعني انا عايز اكبر البارير مش انت خدت زمان معايا يعني ايه ريفرس بالله عليك افتكر بقى الريفرس يعني عايز اكبر البارير ده فهوصل البطاريه تكبر لي البارير بنوصلها ازاي مش وقته يعني حكيناها زمان قال بي ان جانكشن نوصل البطاريه هنا بحيث لو مثلا ده ان طيب ده بي طيب هيبقى الان فيه هنا بوزيتيف نيجاتيف يبقى التيار ماشي كده انا عايز ابطئ التيار ده يبقى احتاج اوصل البطاريه ازاي احتاج اوصلها كده انا عايز ابطئ التيار فهوصل البطاريه بحيث ازق عكسه كده انا عملت ايه بطئت التيار يعني عملت ايه اضعفت الجهد ده كده فورورد طب انا عايز ريفرس يبقى عايز اقوي التيار يبقى اعمله كده اهو ثانيه عايز اعمله كده اهو كده التيار اللي هيمشي اهو ها هيقوين يبقى هقوي البارير بتاعي يبقى البارير بدل ما كان في بي اي بقى في بي اي بقى زائد الجهد بتاع البطاريه يعني البارير عالي في حاله الريفرس انا هعلي البارير يعني بزياده الجهد السالب اهو همشي كده ايه اللي هيحصل للتيار ايه اللي هيحصل لما انا اعلي البارير دي المشهد اللي هيحصل ايه هتلاقي المعلم ده في حاله الان طيب ثانيه بس نقفل الشباك عشان في بتاع روبابيك متهيألي يحبكوا يجوا وانا بصور طيب اي خرده قديم اسمه ايه الله يخليه نستني كل حاجه لما احنا بنتكلم في ايه يا ابني لما زودنا الجهد العكسي بتاع الريفرس بايس لما الجهد العكسي زاد معنى كده ان ايه اسمها ايه البارير دي عليت يعني الشيء ده هيعلى لما يعلى المعلم ده ينزل لتحت ثانيه المعلم ده كله الشيء ده كله ينزل لتحت كده فلما ينزل لتحت الفيلد ستيتس هي كمان هتنزل معاه لتحت فالمشهد يبقى ازاي تعال نجيبها يبقى احنا كبرنا البارير اوعى تنسى فالشكل بقى الشكل بقى زي ما انت شايف كده ايه ده ما هو احنا عايزين لما كبرنا البارير يا مسهل الحال يا رب بص يا عم اهو البارير كبر فايه اللي حصل تعال نشوف كده دي نزلت لتحت ونزل معاها الفيلد ستيتس بتوعها ونزل معاها الفيرمي ليفل ده العظمه بقى الفيرمي ليفل بعده هيفضل ثابت عن الكوندكشن باند هيفضل نفس البعد ده وده هيفضل نفس البعد فلو انت نزلت هينزل البلوك ده كله حلو فينزل وكاني البارير كبرت اهي البارير كبرت يبقى لما بزود الفي ثانيه لما بزود الفي في حاله الريفرس يعني بزود الفي في الاتجاه السالب كده اهو كده بزودها بس في الاتجاه السالب يعني بكبر البارير وبالتالي ده هينزل لتحت فايه المشهد اللي حصل تعال نشوف شيل كده اهو بقت الفيلد ستيتس هنا طب ايه الجديد اللي حصل مبروك عليك المعلم ده ثابت المعلم ده ما بيتاثرش احفظ مني الكلام ده الان بس النص بتاع الان هو اللي بيتاثر بحاله التغيير بتاع الفولتج بنأثر على الان بس سواء بزياده او بالنقصان هي اللي بتطلع وتنزل عشان نسهل الحسابات يعني طيب ايه اللي حصل الفيرم ليفل نزل الفيرم ليفل نزل فنفس الكلام الفيلد نفسها نزلت معاه وهنا الفيلد بقت موجوده هنا اهو زي ما انت شايف فلما ده نزل لتحت بقت هنا ايه بقت كل اللي فوق الفيرم ليفل امتي طيب يبقى المكان ده فيه امتي ستيتس اماكن فاضيه اماكن فاضيه اماكن فاضيه طيب وهنا في اماكن مليانه اماكن مليانه يعني فيلد ستيتس فيلد ستيتس طب ايه اللي يحصل دي كلها كاريرز تعبر هذا التنل تعبر هذا التنل تعبر هذا التنل وتروح تقعد في الاماكن الايه الفاضيه اللي هناك يبقى قدامي اول ما الاقي فيلد قدامه امتي يحصل تانلينج على طول يحصل عمليه التانلينج على طول ويتكون تانلينج بنسميه تانلينج كارنت تيار نفقي طيب جميل قوي لما حصل التانلينج جميل كل ما انا ازود الريفرس بايس فولتج ايه اللي يحصل ده هينزل لتحت اكتر
وكل ما ده ينزل لتحت اكتر كل ما هنا يبقى فيه كميه فيلد قدامها امتي اكتر. كل ما ينزل تحت اكتر كل ما يبقى قدامي فيلد اكتر قدامهم امتي اكتر. يعني كل ما يحصل ايه؟ كل ما يحصل تانلينج اعلى كل ما التيار ده يزيد، يبقى بزياده الفولتج العكسي يزداد التيار العكسي. شكرا. جبنا تاني خاصيه، ارسم المعادله او ارسم الجراف، هتلاقي الجراف شكله عامل ازاي. احنا وصلنا ان عند الصفر بنبقى صفر، ودي اثبتنا جت ازاي، بزياده ده هيزداد. يبقى ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الشكل طالع معاك بالمنظر ده اهو، كل ما ده يزيد ده يزيد وشكرا، مش عايز ترسم اكتر من كده. كده انت وصفت اللي بيحصل هنا. شكرا شكرا جزيلا. تعال ندرس بقى الفورورد. ندرس الفورورد، كلام سهل قوي والله. خلصنا الدرس اصلا، درس يعني درس ساذج، فاهم الفكره؟ تعال نشوف بقى لما نزود الفورورد هيحصل ايه. يعني نحط بالطريقه بحيث تصغر لنا البارير. فوت تخيل المشهد لما نصغر البارير بقى، في قصه لطيفه هنحكيها. نفس الفكره بالظبط، لما صغرنا البارير المكان ده ضيق اهو، صغر يعني ضمناه على بعضه كده بقى اصغر شويه. فلما صغر المعلم قلنا مين اللي بيتاثر؟ الان دي حصلها ايه؟ طلعت لفوق شويه. فلما طلعت هي والفيرم ليفل بتاعها ومعاه الفيلد ستيت، فبقى في حبه كده. بص الحبه دول تك 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 دول كده اهو ايه؟ فيلد. قدامهم ايه؟ قدامهم حبه برضو مالهم امتي. يبقى فيلد قدامه امتي يحصل تانلين، مبروك عليك، ويعدي التانل ده. والكاريرز اللي هنا المره دي بقى، الكاريرز اللي هنا هي اللي هتعبر في هذا الاتجاه. يا بنسميه ايه؟ بنسميه فورورد كارنت، فورورد تانلينج كارنت، فورورد تانلينج كارنت. جميل. حصل ازاي؟ لما انا رفعت، تقول تحكي لي قصه كده، تقول لي لما قللنا البارير، يعني لما الاول عملنا فورورد بايس فولتج قللنا بيه البارير، فبالتالي زودنا الفيلد ستيتس اللي قدامها امتي ستيتس، فانتقلت الفيلد الى الامتي اللي تسكن فيها. طيب ايه اللي حصل؟ تكون فورورد تانلينج كارنت. الفورورد ده بيزيد بزياده الفولتج ولا بيقل؟ ايه علاقته؟ الكارنت ده ايه علاقته؟ كل ما انا ازود الفولتج بتاع البايس بتاع الفورورد بايس، هقلل البارير او الحاجز ده، فبالتالي هرفع الفيلد دي فوق اكتر، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ تبقى فيه كميه فيلد قدامها كميه امتي اكتر، يبقى بزياده الفي الفورورد بايس تزداد الاي. ولكن ثانيه تقول لي انت كلامك مش منطقي، ما انت قلت لي ان الانرجي جاب ما جواهاش اي ستيتس اصلا. الانرجي جاب لا يمكن ان يسكنها الكترون او هول من الالكترونات والهولز بتاعت مادتها، مستحيل، ما ينفعش. طب ايه المنطقه محرمه عليها؟ فاهمني؟ طيب ايه اللي يحصل؟ قال لي هيفضل كل ما اقلل البارير، يعني ازود الفورورد بايس، كل ما ازوده البارير هتقل لحد ما اوصل في لحظه ايه؟ ان كل الازرق ده، كل الفيلد اللي هنا بقى قدام كل ايه؟ الامتي اللي هنا. والمشهد يبقى كالاتي، تعال نجيبه. هيبقى المشهد كالاتي اهو، مشهد عظيم خطير تحفه. قعدنا نزود في الفولتج والتيار يزيد، نزود والتيار يزيد لحد ما وصلنا لايه؟ لاقصى قيمه من التيار، وهي امتى؟ من التيار بتاع التانلينج، لما يكون كل الفيلد قدام كل الامتي. ويبقى بالتالي يحصل ايه؟ هيحصل تانلينج عالي جدا، تانلينج عالي جدا، عالي. يبقى التانلينج كارنت في الحاله دي هيبقى ماكسيمم. طيب نرسم بقى العلاقه تراكميا على اللي احنا خدناه كله لحد دلوقتي. خدنا ان عند الصفر بنقى صفر. طب حلو قوي. وفي الريفرس قلنا بزياده الفولتج العكسي يزداد التيار العكسي، ورسمنا علاقه بالمنظر ده وسكتنا. طيب ايه اللي هيحصل في الفورورد؟ قلنا كل ما نزود الفولتج كل ما التيار يزيد، صح؟ كل ما زود الفولتج كل ما البارير بيقل، فكميه فيلد تعرض لامتي اكتر لحد ما اوصل لقيمه الايه؟ الماكسيمم بتاعتي، ان يكون كل الفيلد قدام كل الامتي، فهوصل لقيمه ماكسيمم، هتلاقي التيار عمال يزيد لحد ما وصلنا لاعلى قيمه خالص للتبه هنا. بنسمي المكان ده ايه؟ بنسميه البيك كارنت، او اختصارا اي بي، فاهمني؟ البيك كارنت او الكارنت بتاع القمه، وصلنا لاعلى كارنت ممكن. طب ليه سميناها كده؟ ليه ما نكملش زياده وخلاص؟ لانك المفروض تفهم بقى وتتوقع انت اللي هيحصل. شيل ده كده اهو، توقع المشهد الجاي. لا اله الا الله، توقع كده معايا. لو فضلنا نزود تاني الجهد، يعني نقلل البارير، ايه اللي هيحصل؟ دول هيطلعوا فوق، يعني هيبقى مكانهم هنا كده. بص هيبقى مكانهم هنا اهو، حلو. او استنى، هيبقى نصهم فوق ونصهم تحت مثلا، هيبقى ده النص اللي موجود معايا الفيل، ونص الفيل ده يبقى طلع لفوق. طيب كده ايه اللي حصل؟ بدل ما كان كل الفيلد قدامه كل الفيلد قدامه كل الامتي، فكنا واصلين عند القمه، هنبدا يبقى نص الفيلد بس مثلا قدامه نص الامتي، او قدامه امتي يعني، فيبدا يحصل النص الثاني اللي كان بيحصل. طب نطلع فوق، يبقى الربع قدامه الربع لحد ما يوصل ان مفيش امتي اصلا هنا، وكلهم وصلوا فوق، لانك عملت صغر البارير، عملت صغر البارير. يبقى بزياده الجهد بعد القيمه الماكسيمم هيبدا التيار يقل،
ليه؟ لان كميه الفيلد المعرضه للامتي بدات تقل هي كمان، يبدا التيار يقل 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 لحد ما نوصل لاقل قيمه ممكنه، وهي امتى؟ المينيمم اللي هتحصل امتى؟ لما يكون كل الفيلد بقت ايه؟ بقت بره خالص. يعني المشهد هيبقى ازاي؟ تعالى اوريهولك. انا زي ما قلت لك هي سلو موشن، بنتفرج على المشهد يعني. القيمه الاقل خالص المينيمم هتكون في تلك اللحظه، لما يكون كل الفيلد ما بقاش قدامها ولا امتي، خرجت بره، خرجت بره النطاق بتاعي، بقت الارضيه دي اعلى من الارضيه دي، يعني ما بقاش ولا فيلد من دول قدامها امتي. تقول ثانيه يا عم هو امتي اهو، اقول لك لا يا حبيبي، الانرجي جاب كل المكان ده، بص اللي هحوط لك عليه ده كله، كل المكان ده لا يحتوي ستيتس من الاساس، لا امتي ولا فيلد، ما فيهوش ستيتس اصلا، ما فيهوش عشان يسكنها الكترون. هنا في الكترونات ساكنه فبتسمى فيلد ستيتس، هنا في اماكن فاضيه فبنسميها امتي ستيتس، لكن هنا في الجاب ما فيش اصلا ستيتس اصلا. فبالتالي دلوقتي ايه اللي حصل؟ قعدت ازود الفولتج فقلل البارير، البارير عمال يقل اهو، بص قل خالص. فايه اللي حصل؟ ده عليت لفوق قوي لدرجه ان ما بقتش فيه اي فيلد قدامها اي امتي، فمش هيحصل اي تانلينج، نو تانلينج، فيحصل ان اقل قيمه للتيار، مفيش تانلينج اصلا. يبقى كده التيار المشهد النهائي بقى ايه؟ تعال نرسم من جديد، تراكمي بقى. قلنا عند الصفر انا صفر. في حاله الفور الريفرس كل ما زود الجهد التيار يزيد فبقى المشهد بالمنظر ده. فوق هنا كل ما زود التيار بيزيد لحد ما وصل لاقصى قمه، دي لما كانت كل دول قدام كل دول اقصى قيمه، بعدها بداوا يخرجوا 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 فبدات اقل لحد ما وصلت ان كلهم خرجوا فبقيت عند اقل قيمه. بعدها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ نلتقي بعد الفاصل. لا مش هنلتقي بقى حاجه، نكمل معاك. لما تبدا تقلل البارير اكتر اكتر اكتر، طاقه الالكترونات دي، طاقه الالكترونات دي هتبقى عاليه، هتبدا تعلى. يعني ايه؟ هي اصلا طاقتها مثلا 10، وانت قلت لها عشان تطلعي لهذا المستوى من التوصيل، انت بتوصلي هنا في الكوندكشن باند بتاعت الان، عشان تقدري توصلي عند الكوندكشن باند بتاعت البي محتاجه تمتلكي طاقه مثلا بتساوي البارير اللي هنا ده، البارير ده مقداره مثلا 15. فانا قعدت ازود في اقلل في ال 15، اقلل في ال 15، الالكترونات زي ما هي، الباريرز اللي هنا زي الكاريرز زي ما هي. انا قعدت اقلل في البارير في البارير في البارير لحد ما بقى مثلا 9. تقدر ساعتها الالكترونات تعمل ايه؟ يقدر حبه منهم ينتقلوا، يروحوا منين لفين؟ من هنا من الكوندكشن هنا لمستوى اعلى من التوصيل، لمستوى اعلى ايه؟ يعني يروحوا هنا. شفت مستوى اعلى من الحروب؟ هي مستوى اعلى من التوصيل. فلما يكون هي طاقتها 10 والبارير كان 15 مش عارفه تعدي، فعمالين نشتغل بالتنلنج، لما التنلنج اتمنع وقفنا. طب بعدها بدانا نقلل في البارير، نقلل لحد ما وصلت ان الالكترونات او الكاريرز هنا قادره تعبر عن طريق العبور العادي اللي خدناه زمان، اللي هو بقى بنسميه هنا ايه؟ نورمال انجكشن. هيبدا يحصل حقن طبيعي، يعني اللي هنا دول هينتقلوا للتوصيل اللي في المستوى اللي فوق، لان طاقتهم بقت قادره تتخطى هذا الايه؟ هذا البارير. فساعتها يحصل ايه؟ التيار يبدا يزيد تاني، يبدا يزيد تاني. الزياده دي بقى زياده عاديه ولا لا؟ زياده عاديه خالص، زياده عاديه نتيجه من ايه؟ من النورمال انجكشن كارنت. يعني التيار العادي اللي انت خدته زمان، التيار بتاع الديود الطبيعي خالص، فاهمني؟ اللي هو قادر يعدي البارير فاما عديها مش اكتر. حلو. ايه اللي انت ملاحظه بقى؟ الشكل ده كده اهو، خلصنا كده، احنا وصفنا العلاقه بين الاي والفي للتانل دايود، وصوت انا اتنبح خلاص كده، يعني المفروض امتحان الثيرمال كمان يومين، فصباح الفل يعني. ان شاء الله نخلص ونبدا الثيرمال، لا تقلق يا عزيزي المشاهد. هدي كده اهو، نحطها هنا. ايه اللي احنا توصلنا له كده؟ قال لك توصلنا ان في التيار في العكسي بيزيد بزياده الجهد، في الفورورد بيزيد بزياده الجهد لحد ما يوصل لاقصى قيمه بنسميها البيك، بنسميها البيك. حلو. او اي بي يقابلها جهد، الجهد اللي بيعمل العمليه دي، الجهد اللي عنده بيكون كل الفيلد قدام كل الامتي، فبالتالي بيبقى اقصى تيار للتانلينج، بنسميها الفي بي. بعدها بيبدا البيك دي يقل. ليه؟ لان الفيلد عمالين يخرجوا بره النطاق بتاع الامتي، فبقى الحبه اللي بيقابل الفيلد اللي بيقابله امتي بداوا يقلوا، فالتيار بدا ينزل 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 لحد ما وصلنا لاقل قيمه خالص، ان كل الفيلد خرجت بره، دي بنسميها في فالي. فالي يعني وادي او سهل. بص المكان ايه؟ عامل زي وادي كده، وادي بين جبلين، صح؟ زي في حديث كده لما يقول لك زي ما النبي كان عليه الصلاه والسلام قال واحد فاعطاه غنما بين جبلين، فقال يا قوم اتبعوا محمدا فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عليه افضل الصلاه والسلام، لم يكن حريصا على الدنيا قط. الفالي دي، الفالي دي اللي احنا وصلنا لها، بتحصل عند جهد اسمه ايه؟ في فالي، او الجهد بتاع المنحدر ده او الوادي ده. طيب جميل، ده ساعتها بيكون ايه؟ بيكون كل الامتي كل الفيلد ستيتس خرجت من قدام الامتي ستيتس، مبقاش في اي تانلنج، هنا مفيش تانلنج خالص، تانلنج خلص. هنا كان في تانلنج، بص كل ده في تانلنج. بعديه مفيش تانلنج خالص، مفيش خالص، ليه؟ لان اصلا مفيش امتي قدامها فيلد.
لكن ايه اللي بيحصل مع الوقت؟ كل ما بزود الجهد بقلل البارير قوي 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 لدرجه الالكترونات او الكاريرز تقدر تعبر عن طريق النورمال انجكشن القديم اللي هو بنسميه بقى ايه نورمال انجكشن. موجود فين؟ في المنطقه دي. هي دي الزياده اللي حصلت بسبب النورمال انجكشن. طيب نسال بقى السؤال الاهم، من هو الدوميننت في كل منطقه من المناطق اللي فاتت دي؟ الدوميننت هو مين الغالب؟ مين التيار المنتشر؟ تقول لي قبل المرحله دي، قبل الخط ده، كل اللي قبليه كان فيه تانل، فالتانل كان هو السائد، فالدوميننت كان هو التانل، وكل اللي بعدها ما كانش فيه تانل، فكان الدوميننت هو مين؟ النورمال انجكشن كارنت. بس كده صديقي العزيز، صديقي المستمع. طيب نقول تاني في حاجات تانية لازم تتقال. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالى يا عم، الحاجه الثانيه المفروض نقولها فين؟ انت برضو يعني انت عايز تقول لي، انت شرحت لي النيجاتيف ريزيستنس كده في البطيخ ملهاش لازمه. لا يا حبيبي، لا لازمه ونص. ايه اللي انت قدامك؟ منحنى الاي مع الفي، يبقى مشتقه الفي مع الاي، او المشتقه عموما لو طلعت سالب تديني المقاومه، لو طلعت قصدي لو اشتقينا تديني المقاومه على طول. طب ما تيجي نشوف الاسلوب هنا وايه اخباره. قال لك الاسلوب هنا يعبر عن المقاومه. طب تعالى نشوفها كده، هتلاقي هنا المقاومه موجبه، المقاومه موجبه في المنطقه الاولانيه، ولكن هنا المقاومه مالها سالبه، عامله زاويه اكتر من 90 مع الاكس اكسس، فالميل بتاعها هيبقى سالب. يبقى المنطقه من اول البيك لحد الفالي، كل المنطقه اللي في السكه دي هي منطقه نيجاتيف ريزيستنس، فاقدر اظبط الجهاز بتاعي بحيث يشتغل جواها لو انا محتاج حاجه. كل ما الجهد يزيد التيار يقل. اهو ده حصل فين؟ حصل في المنطقه هنا. كل فعلا ما الجهد من هنا لهنا، كل ما الجهد عمال يزيد التيار عمال يقل. اهو اديك شايف المنظر قدام. يبقى دي منطقه النيجاتيف ريزيستنس تنحصر بين الفي بي والفي فالي. شكرا، هو ده. لكن هنا رجعنا تاني لحاله الريال النورمال دايود. النورمال دايود بيبقى المقاومه موجبه عادي خالص، كل ما ازود الجهد الاي تزيد اهو. يبقى لو جه سالك بعد الفي فالي بنرجع لحاله ايه؟ تقول له بنرجع لحاله النورمال دايود، الدايود العادي خالص، كل ما ازود الجهد الاي تزيد. شكرا، او الاي فورورد تزيد. ايه تاني؟ ايه تاني؟ التوتال كرنت، التوتال كرنت ان جنرال بقى. لو عايزين نجيب علاقه توصف لنا المنحنى اللي فوق ده في سطر واحد، مش نقول مره للتانل ومره للنورمال، لا عايزين كله على بعضه. فقال لك التوتال كرنت هيساوي الكرنت اللي جاي من التانلينج لو في تانلينج، زائد الكرنت اللي جاي من النورمال انجكشن لو في نورمال انجكشن. النورمال انجكشن انت جبته الحلقه اللي فاتت بيساوي ايه؟ قال لك تقريبا بيساوي اي نود في اي باور كيو، يا دي الحلاوه، كيو على كي تي في الفولتج ناقص واحد ابروكسيميشن، هنعمل ابروكسيميشن، زائد اللي هنا بقى طلع بكام؟ تعال نشوف، هتلاقي قانون ايه المفروض تحفظه نوعا ما، يعني حاول تحفظه. اي بي في في على في بي، اي بي في في على في بي، تعال نشوف اهو، اي بي في في على في بي موجود قدامها اي باور 1 ناقص في على في بي. هو ده القانون بتاع التيار بتاع التانلنج ماشي، جبناه من العلاقه دي. طيب بيساوي الاي. ولو خدت بالك القانون ده مبني على ان ايه؟ على ان التانلنج موجود في نطاق الفي بي فقط، فاهمني؟ عشان كده قلت لك التانلنج بيبقى موجود ليه علاقه بالفي بي، فاهمني؟ كل ما ببعد عنها او بقرب منها التانلنج علاقته بتقل او بتزيد حسب ما انت شايف من العلاقه دي. فالوصف ده يعني مش عليك الدريفيشن بتاعه خالص او الاستنتاج بتاعه، مع ان الاستنتاج سهل والله، يعني لو في وقت نعمله. بس انا كده افكر معاك، نعمله ما نعملوش؟ نعمله؟ لا مش وقته. طيب يبقى المقاومه انا معايا دلوقتي الاي، يبقى انا معايا الاي دلوقتي كداله في الفي، المقاومه بتساوي ايه؟ الار بتساوي ايه؟ مشتقه الفي بالنسبه للاي. طب ايه الحل؟ سهله، هات الدي اي على الدي في واقلبها وقول لها استلم واحد هتدي لك المقاومه. ليه عملت كده؟ ان انا معايا الاي كداله في الفي، فاقدر اجيب الدي اي بالدي في بسهوله، عكس لو قلت لك هات لي الدي في دي اي مش هتعرف تجيبها مباشره، هتحتاج تفصل الفي دي في طرف، وده يبقى عمليه معقده للغايه. فالحل اشتق بالنسبه للفي عادي، وفي الاخر اقلب المشتقه الاولى بتتقلب عادي، الدي في على الدي اي على الدي في بتساوي واحد على الدي في دي اي، الكلام ده سهل يعني، فاهمني؟ طيب فالار هنمسك العلاقه دي نشتقها ونقول استلم واحد. في الامتحان احفظ انت قانون واحد، ولو طلب النيجاتيف ريزيستنس اشتقها انت وعوض. طيب بعد ما تشتقها وتجيب الار هتطلع الرول بتاعت الار كما ترى بهذا الشكل. طيب ماذا بعد؟ كده خلصنا؟ كده خلصنا. يجدر بنا التنبيه اني في حاجه انا ناقصه تقل مش عايز اعدي لك معلومه يعني. كده خلاص، هي دي تقدر تفتح السلايد تتاكد انك فاهم كل حاجه ان شاء الله، هتلاقي الدنيا زي الفل يعني، كله مفهوم ان شاء الله. حاسس ان في حاجه نسيت اقولها، بس يلا تمام. تعال نبدا في الاسئله على طول ونقفل الحلقه على كده، هي 34 دقيقه حلوه، هنخلص الاسئله في 10 دقائق باذن الله. 10 اسئله معاك.
بيقول لك ما بين، بص هتكتشف ان الاسئله سهله جدا. بيقول لك ايه، تعالى كده بره، بيقول لك بين البيك بوينت والفالي بوينت بتاعت التانل دايود بيكون في ايه ما بين البيك والفالي؟ افتكر كده الشكل، يبقى المعدل الرسمه في دماغك طول الوقت اهو، هنا ها تطلع توصل للقمه، تقل توصل للقاع، تبدا تعلى تاني. بيقول لك بقى بين البيك وبين الفالي المنطقه دي مالها؟ المنطقه دي الميل بتاعها سالب، يعني المقاومه سالبه، يعني نيجاتيف ريزيستنس. شفت الدائريه المعقده دي؟ اهي نيجاتيف ريزيستنس. تعال على اللي وراه دي السلايد زي. طيب نيجي على السؤال اللي وراه. الاسئله دي من عندنا اسئله نظري، مش شرط ابدا تيجي في امتحان، ولكن انا بقول لك الاسئله دي للفهم عشان تفهم كويس وتعرف تحل ان شاء الله لو جات لك يعني. وهي اسئله امتحانات على فكره، اسئله تصلح للامتحانات عادي، اغلبها اسئله انترفيوهات اصلا. بيقول لك التانل دايود بيكون بي ان دايود، بس ايه الميزه اللي فيه؟ انه عنده هاي دوبنج، فيري هاي دوبنج. طب الهاي دوبنج ده بيبقى في طرف ولا طرفين؟ ولا بيبقى في الطرفين؟ اعرفها كده معلومه، ان الهاي دوبنج اللي بنعمله عشان يقلل لنا البارير اللي هنا بيكون موجود في الطرفين، الان وفي البي، الاثنين فيهم هاي دوبنج. ادي هاي دوبنج، معلومه ثالثه تعرفها. ساعات ببقى حاجه ناقصه في الشرح كده ومحرصها لك في الاسئله عشان ايه نتاكد ان قلناها. Which of the following options about tunnel is incorrect؟ اي ماتي غير صحيح، ان الويدث بتاع الدبليشن ريجون المفروض يكون ضيق بيكون كبير؟ لا ده الغلط، ده غير صحيح، بيكون ضيقه جدا عشان يقدر يحصل عمليه تانلنج سواء كده او كده، يقدر يحصل عمليه تانلنج بدل ما تكون دي رفيعه جدا ويكون فيها هاي دوبنج. بس دول الشرطين بتوعنا، يكون هاي دوبنج ويكون في امتي فيلد ستيتس قدامها، امتي ستيتس وامتي قدامها فيلد او العكس، وبالتالي يكون ايه الدبليشن ريجون رقيقه. لكن الباقي كله صح، ان يكون الباقي كله مش غلط. هو بيقول لك ايه الغلط؟ الباقي كله صح، ان يكون في امبيوريتي عاليه طبعا هاي دوبنج، وان الفي اي بتظهر لنا ان في نيجاتيف ريزيستنس طبعا صح، وان الكارير فيلوسيتيز بتبقى عاليه طبعا صح، لان انت عامل هاي دوبنج، هاي دوبنج هتدي لك فيلوسيتيز عاليه، لان انت قصه كده مش وقته ان شاء الله انجز. لا اله الا الله، ده مش مستاهل حتى نروح هناك. التانل دايود الفي اي كاركترستكس بتاعته بيكون متحكمه من مين اللي بيتحكم فيها؟ هو الفولتج. كل ما نزود الفولتج التيار بيتاثر، كل ما نقلل الفولتج التيار بيتاثر، يبقى الفولتج كنترول، فولتج كنترول. طب نيجاتيف ريزيستنس ولا بوزيتيف؟ قلنا نيجاتيف ريزيستنس، نيجاتيف ريزيستنس. متى ذكر التانل دايود؟ ذكرت النيجاتيف ريزيستنس، يبقى الاجابه هي 2. 5 بيقول لك ان تانل دايود الفيرمي ليفل بيبقى مكانه فين؟ بيقول لك بيبقى جوه الانرجي باند جاب، جوه الجاب. لا طبعا قلنا بيبقى بره، بره الجاب. بيبقى مكانه فين؟ تعالى كده، بيبقى لو المنظر كده اهو، بيبقى بره، بره الجاب اللي في النص، براها خالص. طب موجود فين؟ فوق هنا اهو وتحت هنا اهو. فوق دايما في حاله الان تايب بيبقى قريب من الكوندكشن، ادي قريب من الكوندكشن. وفي حاله البي تايب في النص بتاع البي تايب بيبقى قريب من الفالنس، هو ده تحت الفالنس وفوق الكوندكشن. اهو هتلاقيه كاتبها لك اهو، تحت الفالنس في الفالنس باند جواها في حاله البي تايب، وفي الكوندكشن باند في حاله الان تايب. بس كده. التانل دايود عنده بولاريتي ريزيستنس، مالها؟ نيجاتيف. ده انا باكد لك المعلومه اهو، نيجاتيف بولاريتي ريزيستنس. يبقى انا عايز اطلعك من الحلقه، او انا في رايي ده نظام الشرح، ده نظام الشرح الصح. اديك معلومه اشرحها لك نوعا ما على قد ما اقدر ببساطه، ادي لك تدريبات تطلع من الحلقه في معلومتين ثلاثه مترسخين في ذهنك كما الحديد ما يبرقكش، عكس واحد ثاني يقعد يقول لك معلومات كثيره جدا في الاخر تطلع ولا فاكر اي حاجه او مش عارف تفتكر حاجه اصلا. طيب ده السبب ان انا ممكن تلاقي اسئله نوعا ما نفس الفكره، مش هدف ان انا اجيب لك اسئله كثيره قد ما هدف ان اخرجك فاهم حاجه صح. يبقى في نيجاتيف ريزيستنس في حاله التانل دايود، لان لما جبنا الفي اي كاركترستكس لانها بيزيد يزيد بعدين يبدا يقل بعدين يزيد ثاني، في منطقه اللي بيقل دي بيبقى الفي لما تزيد الاي تقل، يبقى دي علاقه عكسيه يعني نيجاتيف ريزيستنس نظريا يعني. هي مفيش مقاومه بالسالب، هي مقاومه نظريا بالسالب. في النيجاتيف ريزيستنس كونسبت، كل ما زود الفولتج ايه اللي يحصل؟ التيار يقل، ديكريز. شكرا. الدبليشن لاير في حاله التانل دايود بتكون صغيره جدا بسبب ان في هاي دوبنج. الهاي دوبنج اللي عملناه كترنا الدوبنس او الامبيوريتيز، فاكننا ايه كبسنا عليها من الطرفين كده، فالتانل اللي في النص تقل، الدبليشن ريجون تقل، وده انا شرحت لك حتى في البي ان جونكشن يبقى ارجع لها. ايه اللي بيحصل للتانل دايود لما الريفرس بايس يذهب خلف البياند، يذهب خلف الفالي بوينت، يعني هي جوز بياند ذا فالي بوينت. فين الفالي بوينت لو انت فاكر؟ حتى اهي كان هنا اهو، يبدا يعلى يعلى ينزل 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 يبدا يعلى تاني، دي الفالي بوينت، هي دي المنحدره اللي تحت، لكن دي اسمها البيك. بيقول لك لما يعلى فوق البيك، فوق الفالي، ايه اللي بيحصل للعلاقه؟ بتبقى يرجع ايه؟ بيرجع لحاله النورمال دايود عادي خالص. بيرجع لحاله النورمال دايود، ات بيهيفز از ا نورمال دايود، بيرجع طبيعي، الجهد يزيد التيار يزيد. شوف الدنيا سهله يعني. لكن بقى الباقي كله دي غلط، هل بيدينا نيجاتيف سلوب؟ لا طبعا بيبقى بوزيتيف. هل بيدينا بيزود التيار العكسي؟ هو في اصلا تيار عكسي، ده احنا في الفورورد بايس.
هل بيبقى مش معتمد على الحراره؟ مش تبع الحته دي ولكنه معتمد على الحراره. ده سؤال جه في الكويز. التانلنج كارنت اذا دومينانت كارنت. بص السؤال هتلاقيه سهل ازاي بعد ما انت ذاكرت. هل التانلنج كارنت التيار بتاع التانلنج بيكون هو المتحكم في مرحله ما بعد الفالي؟ لا طبعا طبعا لا، لان اصلا مرحله ما بعد الفالي الشكل كان كده اهو، احفظ الجراف بقى اهو. مرحله ما بعد الفالي اللي هي المنطقه دي اصلا ما فيهاش تانلنج، اللي هنا يعتبر مفيش تانلنج اصلا. الامتي والفيلد ما بقوش قدام بعض خالص، بقى واحد فوق والتاني تحت، فالمنظر بقى ايه؟ مفيش تانلنج. لكن مين اللي موجود؟ قللت البارير، فدول قدروا يعملوا ايه؟ قدروا يتخطوا ويطلعوا للمرحله البي تايب هناك عند الكوندكشن، فطلعوا من مرحله توصيل لمرحله توصيل اعلى. فساعتها اللي شغال معايا مين؟ الدوميننت هو مين؟ هو النورمال انجكشن مش التانلنج. التانلنج دوميننت فين؟ في المنطقه دي، في المنطقه اللي قبل الفالي. فيبقى الاجابه فولس. كده خلصنا. و نسيت احط الصفحه بتاعت الخاتمه بتاعتنا، بس نقولها عادي يعني. ايه؟ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كلممي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس إليك، واجعل حسابي غير منخرم. واغفر لعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. بس كده خلصنا. إن شاء الله نتقابل أنا وأنت الحلقة الجاية مع بقيت بارت 4، وبعدها نرجع للثيرمال نكملها إن شاء الله. يلا سلام عليكم.